هناك أكو روايات، أكو آيات. هاي رواية اللي أنتوا ذكرتوها، على كل حال أكثروا من سبهم والوقيعة فيهم، هذه بإجماع الفقهاء رواية صحيحة السند بالإجماع. أهل البدع والباطل أمر أكو وباهتوهم، أصلا كذبوا عليهم. هاي روايات مسلمة، أكو آيات قرآنية مسلمة وردت كثيرا، مو واحدة وعشرة، كثيرة حقيقة واردة. فبحث أكو، قلت ليس الخلط، بحث الحق والباطل. إحنا لازم لا تكون لنا ضبابية في الحق والباطل، لازم نفهم الحق شنو، الباطل شنو. واقعا لازم نتبرأ من الباطل، وهذا واجب، هذا الجزء، مثل ما التولي واجب، التبري واجب، التبري من أعداء الله. أما مسألة وأكو هناك في داخل البيت الشيعي أكو عدو لله، العدو لله مو بالضرورة يكون المسيحي واليهودي وإسرائيل، لا، جزء من أعداء الله هم من المنتسبين. في الرواية أكو روايات كثيرة، أكو أنه على كل، في الفقهاء أكو أعداء الله. الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام قال هذا الفقهاء الزينين ليس كلهم، بل إنما هو بعضهم. من كان من الفقهاء، هذه الرواية لها ذيل، عادة هذا الذيل، ذيل الرواية ما يقرأ مع الأسف، هذا هم موجود. يعني ما نجي نصير بعد ناس سلميين سلم مطلق، ما عدنا نجي في الدين. بالنتيجة الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام قال بعض الفقهاء، فقهاء من الشيعة، هذول ضررهم على الشيعة أكثر ضررا من جيش يزيد على الحسين بن علي. فقهاء، احنا ما عدنا هيك معايير مثل السنة اللي كل الصحابة عدول، ما عدنا انه كل الفقهاء عدول، ماكو، والله هذا المعيار ما موجود. احنا تنخبط علينا بعض الاشياء، صدق ما موجود، احنا ما عدنا هيك معيار انه فقيه خلاص لا تحجون على الفقهاء، لا ماكو هيك شيء. اذا فقيه كان ومتوفر قال عليه الصلاة والسلام وذلك لا يكون كل فقهاء الشيعة، صريح في الحديث. في حديث آخر الدجال الشيعي، في الروايات أكو الدجال الشيعي أضر من الدجال المعروف اللي يجي راح يضر الناس، لأنه هذا منك وفيك، هذا شيء موجود. إحنا بعد ما يصير نطلع من بير نطيح في بير ثاني، هذا موجود. هناك أكو موضوع حق وباطل، ولكن حديثنا مو في هذا الجانب الآن، أنه نشخص الحق. إذا واقعا تم التشخيص بأن الطرف حقيقة جد دجال شيعي فقيه أضر على كذا، وهذا موجود ما يقدر إحنا نغيبه، إذا تم التشخيص لازم يصير التشخيص عبر استدلال، عبر برهان. ما يصير إنسان كل واحد يدعي يقول أنت الدجال الشيعي، شنو دليلك؟ ما يخالف. نعم نفسح، شوفوا نفسح المجال، تكون لنا نفسية، رياضة نفسية، أن نقبل إذا فرد قال لي أنت دجال شيعي ما يخالف، هذا رأيه. إذا قال لي أنت دجال شيعي ما أقول له أنت ألعن أبوك لا أبوك، هذا شنو هاي؟ يعتقد أنا الدجال، أقول له ما يخالف قل لي. تارة يجي يقوم يدخل في مجالات استدلالات هيك تافهة، بس يريد يسير هذا كلام معاق، أنا ما لازم أنزعج. أيها الناس، هذا كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه. هذا كلام باطل، يقول أنت دجال شيعي وما يخلقه. إحنا الآن هذا الشيء موجود، الآن هاي مرجعيتنا، هذا المرجع اللي الآن موجود الله يدين ظله، والمرجع القبلي هل قد حكوا عليهم؟ أصلا ولا مرة جاوبوا، قالوا هذا مو مجتهد وهذا مو عادل، وبعدين قالوا هذا إمامة إنجليزية، والآن هالقد يحجون يسبون، ما ننزعج، خلي يقول على ما قلبه يبرد، خلي يقول شو. هذه الفرد هم إحنا ندعو أنه الفرد الآخر مهي الشكل يكون. إذا أنا عندي نظر أن مثلا أنت خاطئ ما يخالف، شوف الدليل. إحنا هل قد يحجون على رؤوس الأشهاد؟ يحجون يسبون يشتمون، قربة لله
يدخلك في كل ملة في ملة الكفر، ما نقول أصلا، ما نجاوب أصلا، ما نرد. إحنا نقول هذه هي أخلاقيات الإسلام. أما إذا فد واحد مثلا، هذا في حقنا إحنا، مع أنه إحنا ما نعتقد الكلام صحيح، بس نرحب إذا فد واحد. هم أكو الآن فد واحد عنده خدمات كثيرة للشيعة، بس عقيدته مثلا في المرجع عقيدة سلبية جدا، أصلا مو مجتهد يعتبره، أصلا يعتبره خرف مثلا. خدمات الشيعية زينة جزاه الله خيرا حقيقة، الله يشكر مساعي، وإحنا ما عدنا عركة حقيقة بينه، إنما هذا كلامه ما نقبل، نقول هذا كلامك معادل، الله وكيلك. هذا الجانب الثاني. فإذا هناك موضوعين، موضوع أكو بالنتيجة الدين مو فتشي على كل حال طماطة والله وكيلك، الدين شيء دقيق، لازم يصير تشخيص لأعداء الدين، ولازم يصير تبري من هؤلاء، هذا واجب. الله تبارك وتعالى خلاه حتى ليصير، هو الحديث يقول حتى ليصير وقيعة في الدين. أما هذا البحث خارج عن بحثنا إحنا، إحنا بحثنا هني مسألة التعايش، مسألة ثقافة التعايش، مسألة ثقافة التعايش، المقدار اللي ما يرتبط بانحراف فكري، فد مرة فد جريان كله انحراف فكري. إذا أنا أعتقد أن الجريان هذا انحراف فكري، اسألني شنو الدليل عليك، أنا ما أرحب. إذا ما رحبت أعرف أنا على باطل حقيقة. الميزة الوحيدة، هذا آخر كلام أقوله، إذا تريد تفتهم الحق من الباطل، العلامات، واحدة من العلامات هذه، الباطل منطق ما عنده، قوة منطق ما عنده، منطق القوة عنده، منطق قوة. الحق قوة المنطق عنده. الله يقول إنا أو إياكم لعلى هدى أو على ظلام، عدل؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تجي تسألني في النظرية اللي أنا أعتبرها أساس الدين، كل هاي النظرية خرط. أنا أناقشك، إذا ناقشتك أعرف أنا إنسان أقلا على جادة النقاش. المشكلة أنه الآخرين عندما تريد تناقش في قضية اللي هي مسلمة عنده، ما يعطيك مجال، رأسا يسبك، هذا 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 مو صحيح، هذا علامة الباطل. إذا ما عنده نقاش، ما عنده شو اسمه، رأسا يقول ما تتكلم. الآن صدقوني هذا الشيء، شوفوه إحنا جماعتنا أخيرا الحمد لله عركاتنا كلش بسيطة، حتى في الزعاطيطها قيسوها بالآخرين. اكتب فتشي في النت، اكتب انت الآن في الفيسبوك، اكتب مثلا مثلا فلان فد واحد من اسماخاتهم هذولاك مثلا الشيعها من هذول الكبار، فلان يمكن يكون على اشتباه، والله خلال 10 دقائق 20 ابن زنا يجيك اسم انت ابن زنا، ها اش دعوة. اكتب جربه بالفيسبوك، اكتب اكتب فلان شخص يمكن ما يكون على حق، يمكن والله العظيم خلال دقائق فد 20 كلمة تهمة ابن زنا يتهموك، ها شنو شنو منطق بابا أنا عندي دليل. فشوف الآخر هذا الخطأ، هذا الخطأ. أما أنه هذا أنا أوصي أصدقائنا كلهم اللي عادة ما مرتاحين من هذا الوضع، خلي يشوفون الآخرين. الحمد لله إحنا هيك مو الشكل، خالة الأمر نقول هذا ما دارسوا في الحوزة وهذا مثلا فكرة مو هالشكل، تعالوا طلعوا من جماعتنا، روح بالجماعة الآخرين المعروفين، فلان شخص مثلا مثلا في فلان بلد رئيس الحزب الكذائي، فات كلمة اكتب عنه، صدقني راح تشوف. هذا بلا منطق، هذا بعد ماكو معنى. بابا أنا خب ما قلت، أنا أقول أنه مثلا فكرة الكذائي خاطئ، أنا مو من زنا. هذا اللي الآن مع الأسف موجود. أما في نظري في غير هذا المجال، هل مقدار من الهوش اللي تصير، هل مقدار صحيح لازم المفروض أنه لا تصير، ولكن بظروف حكم ظروف اللي نعيش فيها في الحياة الدنيا اللي هي حياة بالنتيجة بيها شدة وبيها كذا، هاي الظروف هاي الحالة في نظري جدا طبيعية.